السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة العربية اللي هي التربية الإسلامية واللغة العربية الخاصة بالامتحان التمهيدي 2023. أول شيء التربية الإسلامية، سؤال أول: اكتب ما تحفظه من سورة الفتح واضبط أواخر ما تكتبه من قوله تعالى إنا فتحنا لك، إنا فتحنا إلى قوله تعالى عليما حكيما. السؤال الثاني: أجب عن نقطة واحدة فقط. أولا: اكتب حديثا نبويا شريفا من حلاوة الإيمان مضبوطا بالشكل. ثانيا: اكمل الحديث النبوي الشريف الآتي مضبوطا بالشكل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم الجلوس، إلى قوله والنهي عن المنكر. أعطي معاني خمسة من الكلمات الآتية: آية، فتولى عنهم، السكينة، الأجداد، بحسبان، هذا يوم عسر. نجي على اللغة العربية. اللغة العربية أول شيء الإنشاء، اكتب أحد الموضوعين الآتيين: الوطن ملجأ القلب والروح والملاذ الآمن لنا فلنحافظ عليه بوحدتنا. قال الشاعر: عليك بالنفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالجسم بالنفس لا بالجسم إنسان. نجي على القواعد اللغة العربية. السؤال الثالث فرع ألف، قال الشاعر: أركن إليه وثق بالله واغنى به، وكن حليما رزين العقل محترسا. يقول زن ما تحته خط لثلاث فقط، زن يعني تخليه على الميزان الصرفي، أركن، وثق، أغنى، وكن. شوف الحل. نجي بالبداية على كلمة أركن، أفعل، ثق، عل، أغنى، افع يعني تخلون فتح على العين، كن، فل. هذا بالنسبة إلى فرع الألف. نجي على فرع باء ثانية، يقول رزين صفة مشبهة، أعرب معمولها ثم اجعله منصوبا مرة ومرفوعا مرة ثانية وغير ما يلزم تغييره. شوفوا كلمة رزين وين صايرة هي بال وكن حليما رزين العقل، وكن حليما رزين العقل، رزينة هي الصفة المشبهة. يقول إذا نعربها ايش راح نعرب اللي بعدها؟ يريد اعرب معمولة، اعرف معمولها، معمولها العقل، فالعقل هنا شنو؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أريد أسويها منصوب أقول حليما رزين عقلا، أخلي عقلا فتح، وإذا أريدها مرفوعة أقول حليما رزينا عقله. زين، النقطة الثالثة يقول في الشطر الثاني، الشطر الثاني من البيت، يقصد وكن حليما رزين العقل محترسا. في الشطر الثاني اسم فاعل، استخرجه واذكر وزنه وفعله الماضي. أبا وعاني كن فعل ماضي، فعل أمر عفو، حليما يعني مو هو ولا رزين العقل، اذا ما عندي غير محترسا. محترسا هي شنو؟ من احترس يحترس محترسا، اذا اسم الفاعل هو محترسا، وزنه مفعل على وزن مفعل، فعله الماضي احترس، احترس يحترس. نجي على السؤال اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. جار الخط تحت ترى، تحسبها، تمر، وتفعلون، وقايل لما تحته خط أفعال، اذكر أبواب ثلاث منها، يعني أبواب الفعل الثلاثي، وإحنا قايلين لكم الفعل الثلاثي، بس الفعل الثلاثي من اسمه هو بأبواب. نجي خلينا نشوف الأبواب مال ذن اللي تحت الخط. أول وحدة ترى الباب الثالث، تحسبها يعني تحسب الباب السادس، تمر الباب الأول، تفعل اللي هي من تفعلون الباب الثالث. نجي على الثانية، يقول صغ اسم المفعول من الفعل أتقن، موضحا القاعدة. احنا نباوع اسم المفعول هنا شنو؟ هذا اسم الفعل، فعل رباعي، فالفعل الرباعي شلون نقول متقن؟
نقول متقن. ليش؟ لأنه يصاغر فعل من الفعل المبني للمجهول غير الثلاثي، يصاغ على وزن مضارعه، يعني أسويه متقن، أسويه هو أصلا شنو؟ يتقن هذا المبني للمجهول مالته المضارع. أقلبها إلى ميم مع إبدال حرف المضارع ميما مضموما وفتح ما قبل الآخر، فصير متقن، صير متقن. نجي على السؤال اللي بعده، يقول هاي موضحا القاعدة، يعني تكتب هذه القاعدة. السؤال الرابع فرع ألف، هات مصادر خمسة من الأفعال الآتية: أحسن، فر، صرخ، استدار، ركع، بعثر. أجي شلون أطلع المصادر، أشوف أنا أكو مصادر بيها الأفعال ثلاثية وأكو أفعال غير ثلاثية. أجي أحسن إحسان، صرخ صراخ أو صريخ، هذا دل على صوت، فر فرار، استدار استدارة، ركع ركوع، بعثر بعثرة. يجي على السؤال اللي بعده، يقول صغ من الفعل سمع صيغة مبالغة مرة واسم مفعول مرة ثانية واسم آلة مرة ثالثة وغير ما يلزم تغييره. أجي هنا صيغة مبالغة راح أقول سماع على وزن فعال، اسم مفعول مسموع على وزن مفعول، اسم آلة سماعة على وزن فعالة. هاي بالنسبة للفرع هذا السؤال. خلينا نشوف السؤال فرع جيم، يقول نقول الجنود حارسون أسوار الوطن. أولا استخرج اسم الفاعل وأعرفه، ثم اذكر مفرده في العبارة أعلاه. ثانيا بين سبب أعمال اسم الفاعل في الجملة أعلاه وأعرض معمولة. نجي عندي أول شيء هو اسم الفاعل حارسون، إعرابه خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، مفرده حارس، سبب عمله نكرة منونة وقع خبرا. إعراب معمولة، معمولة مفعول به لاسم الفاعل منصوب علامة نصبه الفتحة، من هو معمولة؟ معموله أسوار. زين السؤال الخامس، مثل لما يأتي بجمل مفيدة: مصدر رباعي على وزن إفالة، نقول على وزن إفالة مثل إعادة. زين اسم آلة جامد، اسم بس احنا لازم نخليه بجملة، دير بالكم هو هنا ما نخليه بجملة، على وزن إفالة مثل إعادة، إعادة المباراة مثلا، إعادة المباراة هاي جملة مفيدة. اسم آلة جامد أقول فأس، فأس الفلاح جديد مثلا. هذا مصدر لفعل ثلاثي يدل على لون مثل خضرة، اخضرت الحديقة، خضرة، خضرة ما أجمله، خضرة الحديقة، العفو، ما أجمله، خضرة الحديقة. صفة مشبهة على وزن فيعل مثل جيد، سيد، طيب، العراق أو العراقي طيب قلبه. نجي هنا على اللي بعدها، لأنه ما مخلي هنا بجملة، شوفوا السؤال شو يقول، يقول مثل لما يأتي بجمل مفيدة. فرع باء، يقول نقول المؤمنة أفضل النساء والمؤمنة أفضل امرأة. يقول تكرر اسم التفضيل أفضل في الجملتين، بين حالته فيهما. شوفوا ثانيا لاسم التفضيل موقع عرابي واحد في الجملتين، اذكره، اي جملة يجوز فيها الوجهان اذكرها. احنا نجي هنا خلينا نشوف اول شيء، نجي المؤمنة افضل النساء، هذا النساء بمضاف الى معرفة، بينما المؤمنة افضل امرأة هنا مضاف الى نكرة. الشيء الثاني اثنين هن خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، شو نقول؟ يا اما الحالة الثالثة، حالة ثالثة شي يريد من عندنا، يقول أي جملة يجوز فيها الوجهان اذكر، أنه أقول الجملة اللي تقول المؤمنة أفضل النساء هاي يجوز بها الوجهان. زين نجي على السؤال اللي بعده اللي هو الأدب والنصوص، يقول ما أصل كلمة الأدب وما الذي دلت عليه في العصر الحديث؟ أصل كلمة أدب هي من المأدبة، والأدب هو الداعي إلى الطعام، وتعني في العصر الحديث ما أنتجه الكتاب والشعراء من جميل النثر والشعر.
ورعب يقول رتب الأسماء الآتية والعصور الذي برزوا فيها. الأسماء عندي والعصور. الأسماء عندي كعب بن مالك بالعصر الإسلامي، المتنبي بالعصر العباسي، صفي الدين الحلي بالعصور المتأخرة، حافظ إبراهيم بالعصر الحديث. فرع جيم يقول من أمير الشعراء؟ اذكر إحدى مسرحياته ثم اكتب ثلاثة أبيات من قصيدته ذاكرا عنوانها. أمير الشعراء هو أحمد شوقي. مسرحياته كيفك، تكتب قنبيز، عنترة، مجنون ليلى، كليوباترا، أي وحدة. عنوان قصيدته ولد الهدى، تكتب منها ثلاثة أبيات. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ والملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يسهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. هذا بالنسبة إلى هذا السؤال. نجي على السؤال الثاني السابع اللي هو فرع علف، يقول ما الفرق بين النثر الإبداعي والنثر الوصفي؟ تعريفهم يعني، النثر الإبداعي هو من أنواعه المعروفة الخطابة والمقالة والقصة والرواية والمسرحية والسيرة الذاتية. النثر الوصفي يشتمل عليمن على الدراسات المتعلقة بنشأة الأدب الإبداعي وتحليله، مثل كتب تاريخ الأدب وكتب النقد الأدبي. الوراء السؤال يقول أنسب ثلاث من المؤلفات الآتية لأصحابها. المؤلفات أيها الأرق لمحمد مهدي الجواهري، الشلال أحمد الصافي النجفي، تبر وتراب إيليا أبو ماضي، جئتم مع الفجر بلند الحيدر. السؤال اللي بعد فرع جيم يقول ماذا يعد السياب وما أبرز دواوينه، ثم أكتب ما تحفظه من قصيدة لأني غريب إلى عبرت المدى. أجي على قصيدة السياب. من هو السياب؟ يعد السياب رائد حركة الشعر العربي الحديث، الشعر الحر. دواوينه أسهار ذابلة، أساطير، أنشودة المطر، المعبد الغريق، منزل الأفنان، وشناشيل ابنة الجلبي. قصيدته لأني غريب، لأن العراق الحبيب بعيدا، وأنا هنا في اشتياق إليه، إليها أنادي عراق، فيرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى، أحس بأني عبرت المدى. هذا تكتبها اللي يريد البيت الشعر مالت بدر شاكر السياد. نجي على السؤال الثامن، يقول جد تعليلا مناسبا لنقطتين فقط. أولا، غادر الجواهر العراق على الرغم من مشاركة الفعالة في الحياة الأدبية. السبب أنه غادر الجواهري، وذلك لأنه لم ينسجم مع الأجواء السياسية وقت ذاك فقرر المغادرة. نجي هنا يقول لقب أبو القاسم الشابي بشاعر الخضراء نسبة إلى دولس الخضراء المتميزة بجمال طبيعته الخلابة. ذكر الشاعر محمود درويش الحمام في قصيدته فكر بغيرك، ليوضح أن الشعور بالآخرين لا يتوقف بالإنسان فحسب، بل حتى الشعور بالحيوانات. ما الدليل على أن نازك الملائكة من أوائل الشعر الذين كتبوا الشعر الحر؟ قصيدتها الكوليرة التي نظمتها عام 1947 ومن أوائل قصائد الشعر الحر في الأدب العربي. عندنا الإملاء، ما المقصود بهمزة القطع؟ ثم أذكر موضعا واحدا ترد فيه معزز إجابتك بمثال بسيط. عندنا هي الهمزة التي ينطق بها في بدء الكلمة وفي وصله، تكون مع الأفعال والأسماء والحروف والأدوات، مثل أخذ ماضي الفعل الثلاثي، أضمى ماضي الفعل الرباعي، أقبل أمر الفعل الرباعي. هذا هو يعني تكون مثال واحد. هذا بالنسبة للأجوبة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.